عند أغراس كيبدا أبو تدخل جميل، تدخل جميل الحارس عز الدين الحرشي اللي كيتدخل وكيبعد كرة للشرق، شرق لفريق أمل قلمي اللي بدا كيرمي بالثقل ديالو على مرمى الحارس عند فيصل وكيقذف ولكن كتستعطم بالدفاع والهريق خطيرة. جول 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 المولودية، المولودية كتفتتح تسجيل عن طريق اللاعب صلاح نجم الفريق بعد ارتباك في دفاع يو 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 هدف جميل، هدف جميل، هدف جميل، هدف تعادل. جول 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 تعادل، تعادل لفريق أمل قلميم من توقيع اللاعب عادل أمجود بعد يو 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 قدفة قوية، قدفة قوية اللاعب عصام وكترتعطم بالصدر ديال الحارس السعاد كيقذف يا 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 كترتعطم بالرجل ديال زيان لاعب مولودية خريف قدم مردود ان ايجابي بحيث استلم جول 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 هدف ثاني، ثاني لفريق قلميم يا 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 الهدف بالكعب على طريقة اللاعبين الكبار اللاعب رقم 7 خالد أبو عجني من طريقة بشارة بسرعة سوء تفاهم بين اللاعب الطالبي والحارس عز الدين بينما الطالبي ما استغلش خطأ فادح وكيعلن على الهدف الثالث لفريق أمل قلميم مصباح متقدم ثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد جميلة على الطرينيطة قدفة قوية، قدفة قوية والرشاقة ديال الحارس بكريم كتحول دون تسجيل هذا الهدف صراحة تدخل جميل عصام كيمنعو من الكرة وكترجع الصحراوية الكرة مشات عند أغارس يا 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 أخطأ فادحة، أخطأ فادحة وبالجملة لدفاع فريق مولودية خريبدة كتصفر على الهدف الرابع لفريق أمل قلمي من توقيع اللاعب سفيان اي 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 مولودية متأخر اللي كيستعد باش يقذف اي 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 قدفة قوية، قدفة قوية اللاعب الطالبي وتدخل أروع الحارس بكريم اللي لولاه لكانت النتيجة تكون مغايرة صراحة الحارس الصحراوي لكانت النتيجة مغايرة فيصل عصام الطالبي بعد ثلاث هدفات متتالية الثالثة ثابتة الثالثة ثابتة في مرمى الحارس باكريم إذا النتيجة كتغير وكتصبح 4-2 أوي أوي اللقاء مازال ما كملش ومازال المقابلة سرعة البديهة ديال الحارس كتحول دون وصول الكرة اللاعب صح أوي أوي تبادل الكرة وجميل أوي 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 جول 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 خمس خمس لفريق أمل قلميم من توقيع نفس اللاعب اللي هو عادل أمجود اللي كيوقع على ثنائيه في هذه اللحظات
كيقطع وكتصبح مرتد. قدوة قوية والحارس عز الدين كيدخل بطريقة جميلة وكترجع مرتدة. كيلعبها جميلة عند الهاري. الهاري اش غيعمل الكرة ديالو؟ كيقضي جول 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 جول. ثالث المولودية عن طريق اللاعب يوسف الهاري اللي بعد قدفة قوية ومركزة ما كتركش حد الحارس باكريم وكتستحرف الشباك. النتيجة كتغير وكتصبح 5-3 دائما لأمال دولمين. إنما فيصل اللي كانت الكلمة الأخيرة كترجع عند عصام. عصام جميلة عند زيان. الرابع المولودية كترجع من بعيد وكتسجل الهدف الرابع بعد مرور حوالي 10. شوط جميل في أهداف في محاولات بالجملة بين الفريقين. إذا تعطات الانطلاقة ديال المقابلة مرة أخرى جات عند أغارس. خطيرة اللاعب، لاعب مهاري. أغارس فعلا اسم على مسمى يسكنها في شباك مرمى الحارس عز الدين بعد قدفة قوية ومركزة كتركش حد الحارس وكتصبح النتيجة 6-5. لمقابلة لقاء جميل. تصبح مرتدة خطيرة. برافو عز الدين حرشي كيتألق بعد ما انفرد اللاعب أغارس وجها لوجه مع الحارس عز الدين حرشي، وحرشي كيتدخل في المكان والزمان المناسبين بطريقة حراس كبار. جميلة استعنفات المقابلة. جميلة. صراحة اللاعب أغارس كما قلت لكم هو وسفيان وزرواله وبقياده الحاج غيعمل بها. مازال كتعاود بها كما راه عند عصام. على هدف بطريقه اللاعبين الكبار وهدف يدرس كما كان نشاهدوا. هاريك جميله. هدف عالمي من توقيع اللاعب يوسف الهاري بعد 4 ضربات متبادلة بطريقة سلسة وطريقة جميلة. والهاري عند الطالبي عند الهاري عند عصام. جول عالمي. عصام. الله الهدف. عصام كيتلاعب بجميع اللاعبين من وسط الميدان كيراوغ الاول الثاني الثالث وكيودعها بطريقه جميله وطريقه اللاعبين الكبار على طريقه ليونيل ميسي كيودعها في شباك الحارس. كيلعبها طويله عند صلاح بالراس بينما كيموه. اذا جوج ديال الثواني. خطيره. اخر محاوله لفريق امل قلميم. الحارس الحسن كيلعبها طويله وفي هاد اللحظات فريق مولودية خريبكة كيخرج منتصر في اللقاء. هيتشكوكي امل قلميم. نهايه هيتشكوكيه. نهايه اللقاء بتفوق فريق مولودية خريبكة على فريق امل قلميم. اذا شكرا مولودية خريبكة، شكرا امل قلميم على هذه المقابله الكبيره اللي قدمتوا لنا. اذا ما بقى لي سادتي الا ان اودعكم في امل لقاء بكم في فرصه قادمه بحول الله، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكروا اللعاب على هاد الرفقه الشاديه اللي قدموا اليوم. واخا كنا في برومير ميطا كنا علينا الضغط ما بين ميطا والميطا، دو معنا السي طالبي المدرب قالنا راه ان شاء الله غتقدموا فوز ايجابي ان شاء الله. والميطا الثانيه كنا مزيان وحققنا الفوز وكنهديو الفوز للمولوديه خريبكة وكاع الناس اللي كيحبونو. شكرا. كنتمنوا تحقيق الصعود هذا العام ان شاء الله، وكنتمنوا نمشيو في كاس العرش مزيان. وكنشكروا الدراري على القشاليه وثاقين في الدراري اللي عندنا مزيان. وكنشكروا المدرب ديالنا السي طالبي، كنشكروا المريني، كنشكروا السي عبد الواحد، وكنتمنوا نحققوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. اولا شكرا خويا السيمو، وباش ندوزوا اجواء المقابله. خويا المقابله كانت صعيبه بزاف نظرا لبروميير ميطا، ما كناش مكونسونطرين، شويه بدا كيهرب علينا الماتش، متاخرين بثلاثه الاهداف راه شويه صعيبه. ولكن الدراري تبارك الله ما حطوش يديهم في الدوزيام ميطا. دخلنا راك شفتي ربحنا ب7-6، يعني ماركينا 5-1 في الدوزيام ميطا، يعني هذا راه ريمونتادا ما يمكنش. ايوا كنشكر اللعاب اللي على الروح القتاليه. دكرينطا ما كايناش عند الفرق كاملين، والصراحه اخويا كنبغيو نهنئوا جميع اللاعبين واحد واحد، وفوق منهم اللاعب والمدرب طالبي، وعاد ندوزوا للمكتب والسيد الرئيس والمريني. وكيف ما شفتي هذا العام عندنا فيكتيف مزيان،
والرئيس موعدين ان شاء الله بالصعود مولوديات العام لعبوا على الصعود، واخا البدايه المتعثره اللي وقعنا فيها في الاول، ولكن ان شاء الله هذا العام غادي نلعبوا على الصعود وغادي نقولوا كلمتنا ان شاء الله. كيف ما دفتي كيف ما شفتي دابا ثلاثه المباريات ربحناهم متابعين، يعني هذه غير البدايه ومازال ان شاء الله الخير.